الجمال يا جدعان، شايفين الحلاوة والمنظر اللي يرد الروح. ده الطابور اللي ورايا، فلازم اتبع الطابور دوت وانا ماشي في الخط. طبعا شايفين انا مش عارف انا مكان انا فين بالظبط، بس ده هو المكان اللي المرشد السياحي اخدني فيه. وزي ما قلتلكوا دي رحلة مدفوعة الاجر من الشركة، فمفيش اي سبونسرشيب، مفيش اي نوع من الدعاية. فاللي عايز يتابع جس سبسكرايب وظبط حالك كده معانا. فلوج السفارة يا جدعان. المكان ده جنة او قطعة من الجنة زي ما انتوا شايفين ورايا. هوريكم المنظر عامل ازاي. بص يا جدعان المنظر عامل ازاي، المنظر من ورايا تحفة. مش عارف انتوا سامعيني ولا لا. بصوا الشمس كل ده. الساعة كام؟ الساعة 5:30 الفجر. يعني بسم الله ما شاء الله. جبل ورايا. اغلب الجيست هنا جيست مصري كمان. شايفين كله بتصور صور للذكرى. تيجي تركب الباجي، تركن هنا، تشرب القهوة العربي وتشرب كل حاجة انت عايزها. انا هرجع بقى دلوقتي للباجي ونشوفوا الرحلة عاملة ازاي. الباجي يا جدعان، انا دي تاني مرة او تالت مرة بالظبط اللي انا اركب الباجي في القناة هنا. انا ما سجلتش قبل كده، ركبته في 2011 بس في نفس الوقت ما سجلتش اي فيديوهات. هناخد بقى الجولة ونرجع للاوتيل. بس المشكلة بقى اللي انت ما ينفعش تخرج من بره المسار، لازم تتبع مسار محدد، عشان لما بتخرج بره بيبقى فيه بقى انت فاهم ساند او رملة وصخرة والكلام ده، فلازم تتبع المسار. فلوج السفارة يا جدعان. السواقة على الموتوسيكلات يا جدعان، هي دي حلاوة الموتوسيكلات او السفاري. هوريكم منظر كمان هيعجبكم. بسم الله ما شاء الله. يعني تاني مرة في حياتي اركب باجي.
مش عارف اوصف لكم كميه السعاده اللي انا فيها. شايفين بس يا جدعان Thank you.